السلام ومرحبا بكم في فيديو جديدة في قناتكم قناة أحمد بن عطية. قبل ما تفرجوا في الفيديو ما تنساوش كيف العادة الاشتراك في القناة، الضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس باش كيف نهبطوا فيديو جديدة يجيكم إشعار. ونبدأ مباشرة في الفيديو متاعنا. وفي الفيديو متاع اليوم باش نشوفوا مع بعضنا طريقة تغيير اسم المستخدم في تطبيق انستغرام. نبدأ مباشرة في الفيديو متاعنا، نمشيو لتطبيق انستغرام، نقوم بفتح التطبيق وندخلوا للحساب متاعنا، وبعدها مباشرة نضغط على كلمة تعديل الملف الشخصي. ننتظر بعض الوقت، وكما قاعدين تشوفوا توا باش تلقى قدامك الاسم، اسم المستخدم، موقع الويب، السيرة الذاتية إلى آخره. إذا كنت حاب تقوم بتغيير اسم المستخدم فقط اضغط بحذا اسم وين وتحت معناها وين مكتوبة كلمة اسم المستخدم. كما قاعدين تشوفوا لهنا تنجم تقوم بحذف اسم المستخدم الخاص بك وتكتب اسم مستخدم جديد اللي تحب عليه. وبالطبيعة يلزم تلقى الإشارة زرقاء في أعلى يسار الشاشة باش تعرف أنه اسم المستخدم هذاك متاح، لأنه إذا كانت العلامة حمراء أو لا يوجد علامة يعني أنه اسم المستخدم هذا غير متاح ولا يمكن لك تسجيله به. ويقول لك لهنا ستتمكن من إعادة تغيير اسم المستخدم الخاص بك إلى نيوزينات لمدة 14 من الأيام الأخرى، يعني خلال 14 يوم من تغيير اسم المستخدم الخاص بك نجم تقوم بإعادة اسم المستخدم القديم. يعني مثلا الحساب هذا كان اسمه نيوزينات، قمت أنا بتغييره لاسم المستخدم اللي قمت بالكتابة متاعه الآن، لكن وخلال فترة 14 يوم من التغيير حبيت نرجع اسم الحساب متاعي القديم. في فترة 14 يوم يمكنك إرجاع اسم الحساب متاعك القديم، لكن إذا كان جاوزت فترة 14 يوم فإنه لا يمكن لك إعادته مرة أخرى. كانت هذه الفيديو متاعنا، إن شاء الله تكون الفيديو فادتكم وعجبتكم. إذا عجبتكم الفيديو ما تنساوش كيف العادة الاشتراك في القناة، الضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس باش كيف نهبطوا فيديو جديد يجيكم إشعار. وللفيديو القادم إن شاء الله مبقالي باش نقولكم كان إلى اللقاء.